اهلا يا دراغم، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. فيديو النهارده هنرسم فيه سلسله غذائيه بمناسبه الامتحانات بقى، فقلت ارسم لكم حاجه ليها علاقه بالدراسه. قبل ما نبدا بقى، ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. جاهزين؟ يلا بينا. يلا بينا بقى نبدأ رسمة النهاردة. طبعا الرسمة هنستخدم قلم اتش بي، الموجود في كل مكان عادي، موجود في كل بيت، يعني مش شرط يكون ستيدلر او فوركاسل عشان الناس ما حدش يبقى عنده حجة انه ما يرسمش، مش لازم يكون عندك درجات. زي ما انتم شايفين هنبدأ نعمل اول حاجة الرجل بتاعة النسر او الصقر. هنعمل زي مستطيل كده زي ما انتم شايفين، وهنعمل بقى الرجل او الصوابع بتاعت النسر اهو زي ما انتم شايفين بالطريقة دي، خط كده مايل وخط مايل تاني جنبه، وهنعمل خط ثالث زي ما انتم شايفين كده، ونعمل له زي حتة كده طالعة من تحت اللونها بالاسود زي ما انتم شايفين، ونعمل واحدة رابعة كمان. طبعا ده بيكون الرجلين مع بعض، الرجل طبعا العشمات دي احنا مش هنشوفها عشان هي رجل على اليمين وغطية عليها بالنسبة لمنظور الشخص من الزاوية دي. بنعمل كده حتة صغيرة طالعة جنب الرجل على الشمال اللي هو الرجل على اليمين، وبنعمل هنا خط مايل كده ناحية اليمين زي ما انتم شايفين، بعد كده بينزل لتحت بالطريقة دي. طبعا ما تنسوش تكتبوا لي تحت في الكومنتات لو عندكم افكار لفيديوهات جاية، او عندكم واجب او في المدرسة او حاجة عايزين نعملها ارسمها عشان تتعلموا ازاي تعملوها، او شخص عايزين نرسمها، او اي حاجة تكتبوا لي تحت في الكومنتات. زي ما انتم شايفين عملنا المنقار بتاع الصقر او النسر ده بالطريقة دي. وعملنا بقية راسه من فوق زي ما انتم شايفين. هنبدأ نعمل الجناح، زي ما انتم شايفين من هنا كده ابدأ اطلع لفوق، بعدين اروح لناحية الشمال، ده هيكون الجناح. ومن على الجنب هنا اقعد اعمل كده نص دايرة نص دايرة نص دايرة لحد اخر الجناح الطريقة دي. زي ما انتم شايفين، وهبدأ اكمل الصقر او النسر الطريقة دي. بعمل له الديل بتاعه او الريش اللي بيكون ورا زي ما انتم شايفين، وبنعمل جنب الجناح كده جناح تاني صغير بنلونه او بنظلله بالرصاص الخفيف عشان بيكون عليه ظل طبعا من الجناح الاولاني زي ما انتم شايفين اهو بالطريقة دي. كده ادينا شكل الجناح التاني، ونعمل برضو كده حتة من على اليمين عشان بتاعت الجناح التاني زي ما انتم شايفين. طبعا اكتبوا لي تحت في الكومنتات بقى رايكم في شكل الفيديوهات الجديده، وان شاء الله برضو هنطور تاني عن ده، ويعني لسه في حاجات كتير تانية استنوا بس الامتحانات تخلص. زي ما انتم شايفين عملت دايره جواها نقطه اللي هي العين الطريقه دي، وعملت كده دوائر عشان يديني شكل الريش، وبظلل بس الحتة اللي في الهواء بتاعت الراس كده بالرصاص زي ما انتم شايفين. اهو بالطريقة دي، وبعمل كده كام خط بس يديني منظر كده للشكل. وبعد كده بقى بنعمل السهم اللي هو ان طبعا الصقر او النسر ده الناس بتدرس علوم او احياء، بيكون النصر الصقر او النسر بيكون عبارة عن كائن مستهلك.
نرسم جنبه شكل ارنب كده. طبعا الارنب هيبقى بسيط جدا، احنا بس بنعمل شكل سلسله، يعني مش لازم نرسم الكائنات الحقيقيه دي بالتفصيل. زي ما انتم شايفين بعمل الراس اهو، ومن هنا بقى بنزل لتحت على جسم الارنب. وبعمل له الري زي ما انتم شايفين. هو بالطريقة دي. وبعمل له العين والودان او الاذن بتاعته. هنبدأ بقى نعمل له نقطة كده اللي هي بتكون العين زي ما انتم شايفين. الطريقة دي طبعا بنعمل بقى التخطيط جامد شوية بعد ما نخلص، عشان احنا طبعا بنخطط خفيف، عشان لو خططنا جامد وجينا نمسح لو في غلط هنلاقي القلم لسه معلم على الورقة. وبعد كده نعمل سهم ونعمل الشمس الطريقة دي. طبعا في عملنا عشب كده في بين الأرنب والشمس عشان الأرنب بيتغذى على العشب. طبعا السارة والنسر مستهلك والأرنب مستهلك والعشب ده كائن منتج زي ما انتم شايفين، والشمس طاقة او بالطريقة دي. طبعا اكتبولي بقى في الكومنتات لو عندكم افكار لفيديوهات جاية، ولو عندكم حاجات عايزين ارسمها اكتبولي رأيكم في الفيديو، لو عندكم حاجات عايزينها تتحسن اكتر من كده برضو اكتبولي في الكومنتات. اتوقع انتوا كده افتكرتوا المدرسة وافتكرتوا ازاي كنا بناخد السلسلة الغذائية. قبل بقى ما تنهوا وتقفلوا الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك لو ما حطش لايك، واكتبولي في الكومنتات لو عندكم افكار لفيديوهات جاية، وما تنسوش تعملوا بقى فولو على حسابي على الانستجرام وعلى حساب الفيسبوك برضو هتلاقوهم في صندوق الوصف. أشوفكم الفيديو الجاي ومع السلامة.